عندما طرح رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي برنامج حكومته مؤخرا أمام مجلس النواب بهدف أن يحوز على ثقة المجلس كما ينص أو كما تنص المادة 146 من الدستور، تحدث عن محاور أربعة، تحدث عن سياسة استراتيجية، تحدث عن التحديات وقال أن هذه حكومة مواجهة التحديات. الأسئلة كثيرة والتساؤلات متعددة، ولذلك يعني استضفنا ويشرفنا اليوم أن يكون معنا الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية. دكتور أهلا وسهلا بك، وحشتنا يا فندم. ربنا يخليك. طبعا بالتأكيد قعدت واستمعت إلى بيان الحكومة والمحاور الأربعة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه اللحظة. إلى أي مدى تستطيع الحكومة أن تحقق برنامجها في ظل هذه التحديات لبعضها داخلي والأكثرية خارجي؟ في الحقيقة كان البيان اللي ألقاه دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في الحقيقة كان واضح جدا، وكان واعد جدا ومتفائل جدا، وربنا يقويه وهو ويتم تنفيذه. أنا عارف أن أنتوا حضراتكم في مجلس الشعب يعني نعد الآن ردنا على هذا البيان، وفي الحقيقة يعني أنا عارف أن في كمان لجان تشكلت لتحويل البيان إلى خريطة طريق ووضع آليات تنفيذ هذا البيان. البيان في الحقيقة بيقول أن احنا بنستهدف معدل نمو اقتصادي في السنة الأولى 4.2%، وفي السنتين التاليتين 5%. صحيح. برضو في الحقيقة البيان واضح جدا أنه هو تنفيذا لرؤية مصر 2030، ويعني توصيات الحوار الوطني، توصيات الحوار الوطني كذلك. وفي الحقيقة طبعا هو يعني بيشرك المجتمع معاه، والشعار بتاعه معا نحو المستقبل مستدام. في الحقيقة فيه أربع محاور أو أربع أهداف بيحاول البيان إن هو يوصلهم، اللي هو حماية الأمن القومي بما فيه من أمن مائي وأمن سبراني وما ذلك، مكافحة الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وكمان في الحقيقة الهدف الثاني اللي هو بناء الإنسان ورفاهية المواطن. الحاجة الثالثة في الحقيقة كمان اللي هو بناء اقتصاد وطني جذاب للاستثمار في الحقيقة. الحاجة الرابعة كمان في الحقيقة اللي هو الاستقرار الاقتصادي والملاءة للمواطن يعني. في الحقيقة تحقيق دول في ظل التحديات الموجودة زي ما حضرتك قلت سواء داخلية أو خارجية، يعني ده اللي هنقول يعني ربنا يعين الحكومة الجديدة على تحقيق هذا البرنامج الطموح الذي يلزم له تضافر جميع الجهود الوطنية. دكتور، تحدثت الحكومة وتحدث الوزراء المعنيين أمام لجنة مجلس النواب للرد على بيان الحكومة عن فقه الأولويات. نعم. في تقديرك كيف ترى فقه الأولويات؟ الله، فقه الأولويات ده يا دكتور مصطفى في الحقيقة هو هو شرعا يعني إن في عندنا حاجة اسمها مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة بتقول عندنا إن احنا لازم نبدأ بالضروريات الأول، ثم الحاجيات، ثم الرفاهيات. الضروريات خمس حاجات: الحفاظ على الدين، يعني أول شيء، والمقصود بالحفاظ على الدين مش مقصود بيه في الحقيقة اللي هو بناء الكنائس والمساجد والمعابد، مش ده المقصود بيه بس، هو طبعا ده مقصود، لكن يضاف إلى ذلك اللي هو بناء أخلاقيات المجتمع. يعني من ضمن الحفاظ على الدين ان احنا نعلم ولدنا ان ازاي ما يبقاش فيه فساد، وده لو علمناهم له يا مصطفى بيه، الفساد لوحده كلف مصر العام السابق 3% من الناتج المحلي الاجمالي، يعني ما يعادل تقريبا 540 مليار جنيه مبلغ. تمام. فاحنا لو خدنا ده يعني معالجة الفساد نمرة 2، يبقى ده اللي نبدأ بيه الحاجات دي اللي هي بناء الأخلاقيات، وإن احنا كمان نغرس في ولادنا الاستثمار والادخار
واحنا ده طبعا موجود حتى في الشرع، يعني ما اذا قامت القيامه وكان في يد احدكم فسيله فليزرعها، ده فكر استثمار. ما يبقاش كله بذخ، ما يبقاش كله استهلاك. هنا تبنى الامم بالاستثمار وبالادخار. فادي كده الحفاظ على الدين، كمان في الحقيقه الحفاظ على العقل، والحفاظ على العقل يستوجب ان احنا نهتم بالتعليم. والتعليم انا عارف طبعا ان يعني ما نقدرش ان احنا نصرف على التعليم كما هو المنصوص عليه في الدستور، لان التعليم يتطلب او الحد الادنى على الانفاق عليه ان يكون 4% من الناتج المحلي الاجمالي للدوله. صحيح. الناتج المحلي 17 تريليون، ف 4% منه توصلنا في الحقيقه لاكثر من 680 مليار يتم انفاقهم على التعليم في المرحله قبل الجامعيه. و 2% يعني 340 مليار على الجامعه. و 1% يعني 170 مليار على البحث العلمي. هذه المبالغ لو توفرت وتم انفاقها على التعليم انا متاكد مصر هتكون في حته ثالثه. يبقى ده الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه في الحقيقه الحفاظ على النفس. كل ما تتطلبه الأمور للحفاظ على النفس ينبغي أن نقوم بها قبل أن نقوم بأي شيء آخر. والحفاظ على النفس يتطلب أن أنا أنفق على الصحة. الإنفاق على الصحة وفقا للدستور 3%، 3% مضروبة في 17 في تريليون تعمل 510 مليار. نحن لا ننفق هذه المبالغ على الصحة. وده هيقودنا لحاجة تانية يعني خاصة بالصحة. فيبقى ده كده فقه الأولويات. وحياة كريمة خصص لها 150 مليار. احنا ده طبعا ده انجازات عظيمه للفتره السابقه. حياه كريمه، كرامه، تكافل وكرامه، تكافل وكرامه، وعندنا كمان اللي هي المراه المعيله. كل دي امور كلها كانت موجوده ومهمه جدا للحفاظ على النفس. في كمان الحفاظ على النسل. كل ما يتعلق بالحفاظ على النسل لابد ان نبدا فيه. الخمسه الضرورة الخامسة الحفاظ على المال، ودي مهمة جدا في الحقيقة. الحفاظ على المال ينبغي على الدولة أن توفر استثمارات لأي واحد يرغب في استثمار أمواله. والحفاظ على المال يتطلب أن احنا كمان يكون عندنا أسواق مالية جاذبة. الحفاظ على المال ينبغي في الحقيقة أن كل واحد يكون آمن على ماله، ما يبقاش في اي شخص مروع ان ماله ممكن يروح عليه. دي الضروريات التي ينبغي ان احنا نبدا بها. الحاجيات بقى في الحقيقه، ودي الحاجه الثانيه اللي تبدا بعد الضروريات، ان احنا نقضي على الفقر اللي نسبه عماله تزيد. نقضي على البطاله. الحمد لله البطاله نزلت، كانت 12 وشويه في المية، دلوقتي بقينا 6.7 وفقا للبيان. وايضا معدل التضخم نزل من 39.7 الى 27%. كويس. وده كمان برضو ان احنا من ضمن الحاجيات في الحياه، ان احنا لان في الحقيقه التضخم ياكل الاموال. وارتفاع الفوائد لا يحافظ على الاموال، يعني ارتفاع فوائد البنوك لا يجلب استثمار ولا يشجع على الاستثمار وياكل الاموال اكلا يعني. فدي كلها امور تاتي قبل، وكمان الطرق والبنية التحتية، لأن الحاجيات مقصود بها أولا الضروريات، دي هي الأمور التي يستحيل العيش بدونها. الحاجيات هي أمور ممكن نعيش بدونها، لكن لو وفرناها تسهل أمور الحياة. الرفاهيات لا ينبغي أن نبدأ فيها غير بعد ما نكمل الاتنين دول. طيب دكتور، الحديث عن الاستثمار حديث مهم جدا. نعم. وأعتقد السيد رئيس الوزراء تناول هذا في برنامجه. وأكد أن الدولة ستفتح الباب واسعا أمام الاستثمار. نعم. ولكن كثير من المستثمرين كانوا يشتكون في الفترة الماضية. نعم. في تقديرك ما هو الواجب وما هو اللازم حتى نستطيع أن نجذب المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على السوق؟ مهم من سيادتك، يعني أجمل حاجة قلتها أن أنا أحافظ على المستثمر المحلي. نعم. المستثمر المحلي يعني طالما أن احنا في الحياة جايين نتكلم بوضوح وعاوزين نقدم حلول، الحفاظ على المستثمر المحلي ده أولوية أولى. يعني احنا ما يرضناش ان يتقال لنا ان 30% من الرخص في
في دولة السعودية خرجت لي مستثمرين مصريين، يعني في هروب كتير للمستثمرين المصريين لأن هناك سوق جاذبة للاستثمار. كويس، احنا عاوزين نبقى جاذبين احنا بالزبط. كمان فده في الحقيقة. طب دول يعودوا ازاي؟ مطلوب ثلاث حاجات وعلى الفور، ثلاث حاجات وبعدين نتكلم في البعيد. نمرة واحد، استقرار سعر الصرف. لن يأتي مستثمر لدولة فيها تذبذب في سعر الصرف، لأن هو لازم وهو داخل بمبلغ يبقى عارف هو هيخرج بمبلغ قد إيه. الحاجة التانية، ما بيجيش برضو مستثمر في دولة فيها تضخم مرتفع. 27 برضو ما زالت نسبة عالية. لأن أي مستثمر وهو بيحط دراسة الجدوى بتاعته لازم يبقى عارف هيشتري المواد الأولية اللي هتمشي له عملية الإنتاجية بكام. ما ينفعش المواد الأولية اللي هو بيشتريها دي تبقى كل يوم بسعر. فلابد أن يكون فيه معدل تضخم مقبول، عشان لما يعمل هو الدراسة بتاعته يبقى هو حاطط معدلات التضخم في الاعتبار. الحاجة الثالثة كمان، إن معدلات الفايدة في البنوك لازم تكون منخفضة. إحنا في الحقيقة يعني ما ينبغيش إن يبقى عندنا معدلات فايدة مرتفعة ولفترة طويلة، دي مش مشجعة إطلاقا. بالإضافة ليه؟ لأن أي واحد بيعوز فلوس عشان يمول، فأنا لما أقول له إن معدل الفايدة اللي هتدفعها للبنك عشان تمول مشروعك 30% وعنده مواد أولية بتكلفه مبلغ كذا وعنده أجور ومرتبات، طب الراجل ده المفروض يحقق عائد كام عشان يجيب عائد يعادل عائد البنك اللي هو كان ممكن يحط فيه فلوسه، فما حدش هيستثمر. دول الثلاثة المهمين أو الثلاث محاور الأساسية اللي ينبغي إن احنا نجتهد فيهم. إضافة لكده لازم أوفر للمستثمر خروج آمن إذا حب إن هو يخرج. أحد وسائل الخروج الآمن اللي هي البورصة. لابد أن يكون عندنا بورصة قوية. لكن ما يصحش يا مصطفى بيه إن البورصة يكون التعامل فيها بالمليم، لازم نوقف الكلام ده. إحنا عندنا التغيرات في الأسعار بالمليم، مستثمر إيه اللي هيجي وهو عنده فرص استثمارية بره ممكن هو يعمل فيها كده، فده مهم جدا. بالإضافة بقى لإن إحنا نحسن الترتيب بتاعنا، الريت بتاعنا، نحسن صورتنا أمام المؤسسات اللي بتقيمنا. فلازم يكون يعني احنا مش طمعانين في تريبل اي او تريبل بي، بس احنا عاوزين نخرج من القاع اللي احنا فيه ده وبصورة سريعة جدا. طيب ناخد فاصل ثم نعود لنكمل الحوار مع الدكتور السيد الصيفي بعد الفاصل. عودة مرة اخرى للحوار مع الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية. دكتور، ونحن نتحدث عن الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه مصر. منذ قليل قرأت خبر أن المكتب التنفيذي لصندوق النقد الذي كان سيفترض أنه سيبحث تقديم شريحة مالية جديدة إلى مصر وفقا للاتفاق السابق، أجل اجتماعه إلى نهاية يوليو بزعم أن مصر لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شروط الصندوق. هو للأسف صندوق النقد الدولي دايما يمارس ضغوط، ومعظم الضغوط بتاعته بتروح ناحية الدعم. الدعم ده بيخدم فئة كبيرة جدا، بيخدم 70% من المواطنين، بيخدم 70 مليون مواطن. وفي الحقيقة لا ينبغي ان احنا نمس بالدعم اطلاقا. واحنا ممكن ندافع بطرق كتيرة جدا. يعني احنا مصطفى بيه كنا في 2015-2016 بنقدم دعم، تقريبا كنا بنقدم دعم قدره 200 مليار جنيه. ده لما كان الدولار ب 8 جنيه. دلوقتي احنا في الحقيقة بنقدم دعم للسلع والخدمات والخدمات البترولية والمعاشات وكل ده في الحقيقة 635 مليار. صحيح. طيب ال 635 مليار دول على سعر 50 يعادلوا نص المبلغ اللي احنا كنا بنقدمه في 2015. يعني انا لو بتفاوض مع صندوق النقد الدولي اقول له من فضلك ما تلمس الدعم اطلاقا، لان انا بالاسعار الجاريه ال 200 مليار اللي كنت بقدمها في 2015 تعادل دلوقتي تريليون و200 مليار.
فكوني بقدم 600 مليار دلوقتي يبقى انا بدعم ب 50% مما كنت اقوم بدعمه في 2015. فانا مش هقدر المس الدعم اللي هو بيروح للمواطن اكتر من كده. وده في الحقيقه منطقي جدا، لان في الحقيقه يعني الظروف الحياتيه لا تسمح بان احنا نلمس اكتر من كده بالنسبه للمواطن، خاصه ان احنا في الحقيقه المرتبات والاجور، ما انا بقول ازاي يعني ندافع، المرتبات والاجور كانت في 2015 كنا بندفع 213 مليار جنيه. دلوقتي بندفع 575 مليار، تبان اكتر طبعا، لكن في الحقيقه لو خدناها برضو بمعيار الدولار ينبغي ان احنا اللي هندفعه دلوقتي يكون تقريبا مليار 265 مليار. يعني ضعف او مرتين ونص قد اللي احنا بندفعه دلوقتي. فالاجور والمرتبات اللي موجوده حاليا 40% من الاجور والمرتبات اللي كنا بندفعها في 2015 وانا بدفع نص الدعم دلوقتي، انا في الحقيقه بنك يا دولي ما اقدرش المس الدعم الموجود حاليا ولا اقدر ارفع اسعار لانخفاض الدخول للمرتبات، دي نمره واحد. نمره اتنين، لان الدعم اللي انا بقدمه دلوقتي هو نص الدعم اللي انا كنت بقدمه قبل كده. ده رد صريح، وانا اعتقد ان هو ممكن يستجيب البنك الدولي. البنك الدولي او البنك انا اسف صندوق النقد الدولي، نعم. انا دخله في مشكله تانية. انا دخله في مشكله ان انا بدفع فوايد تريليون و 834 مليار. المبلغ اللي انا بدفعه فوايد ده يا صندوق يعادل 70% من اجمالي ايراداتي كلها اللي هي بالغه 2.6 تريليون. فانت يا صندوق يا نقد يا دولي، يعني اللي انت هدفك تساعد في الحفاظ على استقرار العملات للبلاد لازم تساعدني. انا مش طالب منك انك تسقط عليا دين، لا انا مش طالب كده، الدين اللي عليه هدفعه، بس على الاقل يتساعدني في جدوله الدين اللي عليا كله وتخليني ادفعه على فتره زمنيه اطول بمعدلات فايده اقل، يا تسقط لي جزء من الفوائد، خاصه ان الفوائد دي اللي انا بدفعها دلوقتي اللي هي تعادل 36 مليار دولار، انا في الحقيقه جزء منها انا دفعته ايام كورونا او تحملته ايام كورونا، لان كنت واخد قروض بس ما بشغلهاش، ورغم ذلك انتوا كنتوا بتعدوا عليا فوائد. فانا اقصد ان التفاوض مع الصندوق ان انا مش يعني مش لازم ابقى واقف في موقف دفاع اعمل، لا انت ساعدني، لان انت لو عملت كده انا العجز بتاع الموازنه بتاعي هيتعدل. انا عندي في الموازنه اي نعم عندي عجز نقدي، لان انا ايرادات 2.6 تريليون، مصروفاتي 3.9 تريليون، فانا عندي عجز 1.3 تريليون. لو انت اسقطت لي الفوائد او جزء منها انا هتحول من عجز لفائض، لان انا العجز اللي عندي ده كمان بيتعاظم لو انا قدمت كمان اقساط سداد القرض اللي هي بلغة 1.6 تريليون. ساعتها العجز اللي عندي هيبقى كتير جدا، وهيبقى خدمة الدين اللي عليا 1.8 فوائد 1.6 قسط سداد، يعني 3.4 تريليون اكتر من ايرادات اللي هي بلغة 2.6. لازم الكلام ده في الحياة كله يطرح امام الصندوق، وان هو نحطه ان هو شريك معانا، انت معانا شريك وانت مدايننا واحنا عاوزين ندفع لك ديونك، بس انت شاركنا في الحقيقة، لان في جزء كتير من الديون دي بمعدلات فايدة مرتفعة بسبب ان المؤسسات اللي هي تنتمي اليك بصورة اخرى او اخرى بتحطني في ترتيب او فريت قليل، وده بيخليني لما اجي اقترض معرفش اقترض بمعدلات طبيعية، بقترض بمعدلات فايدة مرتفعة. فأنا بصراحة كدولة أنا إيدي مكبلة بالديون، مش بالديون نفسها، بخدمة الدين. وإنت لازم تتدخل يا صندوق نقد دولي في أن أنت تخفف الضغوط اللي عليا في عملية التصنيف الائتماني اللي موجودة، وفي تخفيض معدلات الفايدة اللي أنا بدفعها، وخاصة أن أنا دولة عمري ما توقفت عن السداد، أنت ليه عطيني ريت قليل؟ فده في الحقيقة يعني ضغوط بيمارسها صندوق النقد الدولي، واحنا ده من قراءة تجارب الدول الاخرى عمرنا ما شفنا صندوق النقد الدولي غير بيعمل كده.
طول عمره ده اللي بيعمله طبعا. وعملوا مع الأرجنتين وعملوا مع لبنان وعملوا مع كل الدول والبرازيل. الدولة اللي بترفض الكلام ده هي الدولة التي تنجم مني زي ماليزيا والبرازيل في المؤخرة. منذ صفقة رأس الحكمة هناك ثمت استقرار في سعر الصرف. نعم. ولكن الشائعات لا تتوقف. نعم. يقول لك هيبقى 58 هيبقى 60. نعم. حرب اقتصادية ممنهجة. الله. كيف نواجه هذه الحرب؟ في الحقيقة أنت عاوز أنا أتكلم بصراحة؟ طبعا. قبل كل صفقة شراء بتقوم بها دولة الإمارات تجد الزوبعة دي. يعني في الحقيقة احنا كنا مستقرين عند 30 وكان فخامة الرئيس مصر انا مش ممكن هتحرك عن 30 جنيه. لان احنا كل ما بنزود سعر الصرف 1 جنيه موازنة الدولة بتتحمل 160 مليار جنيه. تخيل زيادة 1 جنيه بس في سعر الصرف بتحمل 160 مليار جنيه. فلا انا بخسر بالتعويم ومش مستفيد حاجة لأن كانوا هم وعدنا أن التعويم هيدخل مستثمرين ولا مستثمر دخل ولا في حاجة حصل. فإحنا دلوقتي اكتشفنا أن قعدوا يزودوا من 30 وصلوه لـ70 والـ75 عشان لما يجوا يغيروا الأموال بتاعتهم يغيروها بمعدل مرتفع جدا. بس ليسوا هم طرف في هذا الموضوع. والله أنا بشوف أن هم طرف. لا ليسوا طرف يعني بالعكس عملية الناس تحويل. الناس دي هي اللي وقفت معنا. نعم انت حضرتك شايف كده بس انا بشوف برضو التصرفات في الواقع ما تقولش وقفوا معنا يا دكتور يعني. الذي انقذ وضع الاقتصاد المصري في الفتره الاخيره هي راس الحكمه لك على كل حال. نعم. انت كيف تتوقع مستقبل الدولار؟ مستقبل الدولار لابد ان نتمسك جدا وما نزيدش عن 50 لان ده مش سعره كمان ده اكتر كتير من قيمته. فما ينبغيش ان احنا نسمح بان احنا نزيد عن سعر الـ50 اللي هو تم وضعه واستقرين عليه في الفترة السابقة. وخاصة اني بعد انخفاض على مدار 22 شهر تحويلات المصريين كانت في انخفاض بدأت الحمد لله تعود وتعود مرة اخرى. في الحالة دي ان شاء الله مش هنحتاج ان احنا يعني ان احنا نعوم مرة اخرى لسعر صرف. يعني معناه ان هم قابلين سعر صرف قدره 50. وينبغي ان الدول اللي هي بتقول انها صديقة لينا وبتتعامل معانا ينبغي ايضا انها تتعامل معانا على اساس انه لا زيادة في سعر الصرف لان ده في الحقيقة. ما دي مسألة ترجع لك انت دكتور مش للاخرين. دي مسألة انت المسؤول فيها. أنت كدولة الذي... يعني. طبعا انت الذي تستطيع ان تتحكم في سعر الصرف. احنا ما هو شوف لو حصل اعادة جدولة للدين في الحالة دي هي دي اللي هتحافظ على سعر الصرف. نعم. لان في الفترة الحالية أنا علي 42 مليار كان لازم أدفعهم خلال عام 24 دفعنا جزء وفاضل جزء ففي مدفوعات علي إن أنا لازم أدفعها ودي بتمثل ضغط على الجنيه المصري. عندي الميزان التجاري يعني في عجز لأن أنا وارداتي 71 مليار دولار صادراتي 40 مليار دولار فده في حد ذاته عامل لي عجز 31 مليار دولار ده بيضغط على سعر الصرف. لما اتكلم على الحساب الجاري اللي هو بالإضافة للميزان التجاري السلعي بضيف عليه بقى إيرادات قناة السويس وبضيف عليه السياحة وبضيف عليه تحويلات العاملين من الخارج العجز ال 31 ده بينزل ل 17 فبرضه ما زال عنده عجز. ميزان المدفوعات هو اتصالح في الحقيقة وتحول لموجب 4 مليار دولار بسبب اللي حضرتك قلته اللي هو الصفقة بتاعة رأس الحكم. طيب دكتور أنا عايز أسألك على الهيئات الاقتصادية. نعم. الهيئات الاقتصادية يعني يثور كثير من الكلام حولها حول أدائها. نعم. أنت كيف ترى دور هذه الهيئات؟ كيف ترى حجم الديون المتراكم على هذه الهيئات؟ كيف نستطيع بالفعل ندفع هذه الهيئات قدما إلى الأمام؟ نعم. في الحقيقة الهيئات الاقتصادية احنا عندنا 59 هيئة. صحيح. ال 59 هيئة زائد الشركات التي تتبع قطاع الأعمال الاتنين دول في الحقيقة أداء لا يليق. أداء لا يليق ليه يا مصطفى بيه؟ لأن أنا إيراداتي يمكن قلنا من شوية إن إيراداتنا 2.6 تريليون
منها 2 تريليون ضرائب وستة من عشرة إيرادات أخرى. طب الإيرادات الأخرى دي جاية منين؟ المساهمة بتاعة الهيئات الاقتصادية في الإيرادات الأخرى 16 مليار فقط. المساهمة بتاعة شركات قطاع الأعمال العام 5 مليار فقط. ده لا يليق بحجم الشركات الموجودة في هذه الشركات وفي هذه الهيئات، لا يليق إطلاقا أن تبقى دي المساهمة بتاعتهم. فلازم وضع معايير أداء عالية جدا ومحاسبة شديدة جدا على الإيرادات وعلى النفقات، حتى يعني تنخرط هذه الهيئات والشركات في المسار الصحيح، وتكون المساهمة بتاعتها تليق بما تم إنفاقه وما أنفق عليها من استثمارات من قبل الدولة. دكتور، فيما يتعلق بمعدل النمو، الحكومة نعم. تقترح 4.2% نعم في المية في نعم. السنة الأولى، وتتوقع 5% في الفترة نعم. القادمة. إلى أي مدى نحن قادرون نعم. على الوفاء بهذه النسب؟ إحنا ممكن نزيد عن كده بكتير لو في الحقيقة بقى في استقرار اقتصادي نعم. ونبقى التصنيف بتاعنا كمان يتم تحسينه. والحاجة كمان في الحقيقة أني برضو مش هقدر أقول أني يعني الفساد لازم يقف، لأن برضو ده من الحاجات التي تؤثر على دخول استثمارات جديدة، ولابد من عملية الرقمنة. لو إحنا حولنا الاقتصاد غير الرسمي من خلال الرقمنة ودخلناه معانا في الاقتصاد الرسمي ومن خلاله يتم دفع ضرائب، في الحالة دي في الحقيقة إيراداتنا ممكن تزيد. ولو إيراداتنا زادت عجزنا هيقل، ولو عجزنا قل إحنا مش مضطرين إن إحنا نطبع فلوس عشان نسدد بيها العجز، لأن في الحالة دي هيبقى في استقرار في سعر الصرف. المنظومة كلها مترابطة مع بعضها. لو عملنا الأمور دي وبقى في عندنا حوكمة، يعني في عندنا مساءلة وفي عندنا شفافية وأعلننا عن ذلك، وفي عندنا المخاطر السياسية اللي حوالينا بندي، ولازم كمان يبقى مش بس نقلل في المخاطر السياسية، نعمل كمان ترويج عن الأنشطة الاستثمارية اللي موجودة عندنا، وكمان نعلن ان احنا بدأنا فتح عملية التدريب ومدارس فنية عشان الناس اللي بره تعرف ان انا عندي عمالة ماهرة ومدربة، وكمان نعلن ان احنا عندنا مزايا كتير جدا، ونطلع في حملات ترويجية بره نقول ايه الاستثمارات المتاحة وايه المزايا اللي موجودة عندي، لان انا عندي مزايا غير باي حتة. انا احنا كدولة نعتبر من أرخص الدول في كل شيء، في المواد الخام اللي موجودة عندنا، في ما نملكه من عمالة، ولو دربناها كمان هتبقى عمالة ماهرة مدربة وتكلفتها رخيصة جدا. ده لو عملناه كله احنا هنجد طفرة وهنجد نقلة نوعية في عملية الاستثمار وعودة المستثمرين، لأنها كمان لازم أطمن المستثمر اللي سابني وطلع، لازم أطمنه في الحقيقة أنه لا مصادرة لأي شيء ولا لنزع الملكية. كل الأمور دي في الحياة مجتمعة ممكن تعيد المستثمرين المحليين من الخارج للداخل، تساعد على جذب مستثمرين من الخارج. كل الأمور دي مجتمعة ممكن تصل بالمعدل النمو، وإحنا كنا وصلنا له في الحقيقة في 2008 و2010 قبل الربيع العربي، كنا وصلنا لمعدلات نمو 8%. فده ممكن نعود إليه وبصورة سريعة جدا. الحكومة في بيانها أيضا يا دكتور تحدثت عن أنه الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممكن تصل إلى 38% من مجمل الناتج القومي المحلي. هل هذا ممكن؟ ممكن، وهي دي القاطرة يا مصطفى بيه. الحرب الروسية الأوكرانية سوف تمتد لفترة أطول، خاصة بعد الناتو وبعد أمريكا ما قالوا ان احنا هندي F-16 لاوكرانيا، يعني معناها ان الموضوع مكمل مستمر. طب الموضوع مستمر، يبقى احنا في الحقيقه هيبقى فيه مجاعات، انا مش عاوز اقول كده، بس هيبقى فيه مشكله كبيره عندنا في طيب ده في الحقيقه لو احنا الانتاج الزراعي بتاعنا ضفنا له قيمه مضافه، وبدل ما نصدره خام صدرناه مصنع وصدرناه معلب يعيش لفترات طويله، انا متاكد ده هيرفع من قيمه الصادرات اللي موجوده عندنا، وساعتها هيبقى العائد من الصناعه او التصنيع الزراعي
والصناعة وكل والتعدين والكلام ده كله في الحقيقة ده ممكن يحسن من الوضع الاقتصادي المصري في الفترة القادمة إن شاء الله. بهذه الرؤية المتفائلة أود كمان في نهاية حديثي أن أؤكد على واقعة تاريخية. في ديسمبر 2013 كان هناك وفد مصري يزور دولة الإمارات برئاسة المستشار أحمد الزند، وكنت أنا ضمن هذا الوفد، والتقينا الشيخ محمد بن زايد كان وليا للعهد في هذا الوقت ونائب القائد العام للقوات المسلحة أو القائد الأعلى. قال كلمة لازلت أتذكرها، قال: مستعدون أن نتقاسم كسرة الخبز مع مصر. هكذا هي وصية الشيخ زايد، وهكذا هي رؤية الأبناء. لم يكن حديثه مجرد استهلاك محلي، فقد قال الرئيس السيسي عندما كان قائدا عاما وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي: لولا موقف الإمارات وموقف السعودية لا حدثت مشاكل وأشياء كثيرة هنا في مصر. لازلنا ندرك ونحن ما زلنا على يقين بأن المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والعديد من دول الخليج وقفت مع مصر بكل قوة وإيمان. وبالتأكيد الصفقة الأخيرة كانت عامل مهم جدا في يعني سند للاقتصاد وسيطرة على سعر صرف الدولار. على كل حال بالتأكيد حلقة مهمة. أشكر الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، ونلتقي غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.